بيعرف يتكلم في الانترفيوز بشكل عام. من لعيبه او مدربين؟ لا مدربين في كتير طبعا، في كتير. كابتن حلمي طولان طبعا استاذ وقيمه كبيره جدا. في كابتن احمد سامي برضو اشتغل فتره في التحليل ودي ساعدته بشكل كبير جدا، ان هو حته الطلاقه في الكلام دي انا بتعلمها منه برضو، الحاجات اللي هو انت تقوليها وينفع تقوليها وينفع ما تقولهاش. في مين تاني؟ في ناس كتيره بصراحه يعني كويسه. يعني اكتر واحد كاريزما؟ كاريزما اللعيبه حاليا حاليا من وجهه نظرك يعني؟ في الاهلي، في الاهلي بشوف السوليه. السوليه كاريزما وقائد وعنده مسؤوليه كبيره جدا، وشايف ان هو اكتر واحد في النادي الاهلي. اكتر واحد وسيم؟ وسيم شكلا من وجهه نظرك برضه؟ لا، وعلى ايامنا كان حازم امام طبعا. طبعا يعني حازم امام كان فلته كده، لكن دلوقتي وسيم في ناس كتير شكلها حلو يعني، بس هي فكره القبول يعني في لعيبه عينيها خضراء وشعرها اصفر لكن ما فيش قبول، وفي العكس برضو. مش شرط ان انت تبقي شكلك حلو يبقى انت عندك قبول عند الناس يعني، بس مش عارف مش قادر اتذكر حد يعني. لكن طب ساعديني طيب في السؤال. هنختار انت مثلا يا كابتن؟ لا انا مش وسيم خالص والله، انا مش وسيم. مش اختارك انت عادي يا كابتن. انا كفايه اللي بيتقال.